لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. لذلك إخواني الكرام، أنا أقول لكم شيء، أنه الأمور ماشية بطريق عبثي، وإذا استمرت، أنا أقول هذا، إذا تم تمرير الدستور سيذهبون إلى برلمان واحد أخر، وصدقوني غير يديروا لك برلمان بوتفليق على الطريقة البوتفليقية، تشوف فيها الأكثرية بين الأرندي والأفلان، وبعض الأحزاب يوزعوا المناصب على بعض، شوية أحزاب هكذا إسلامية كديكور، وتستمر الوضع كما هو. متى تكون دولة ديمقراطية حقيقة، دولة قانون ودولة مؤسسات؟ أن يكون انتخابات نزيهة واللي أعطاه الشعب يروح، وهذا البرلمان هو الذي يراقب الحكومة. حتى في الدستور البرلمان ليس له قيمة يا جماعة. الرئيس عطيه صلاحيات، قل لك أنا راني جاي ندير نظام شبه برلماني أو شبه رئاسي، يعني شوية برلماني وشوية رئاسي، ولكن لما تقرأ الدستور راه رد راه فرع عن الرئيس، أعطاه صلاحيات مطلقة، راه رد فرعون. إذن هذه ما هي دولة، هذا حتى شبه حتى النظام الرئاسي ما هو هكذا. الرئيس كل هذه الصلاحيات المطلقة، قائد الأعلى، وزير الدفاع، المجلس الأعلى للقضاء يعين أعضاء، كوارث. إذن وين هي أن الرئيس يعطي، وين هي مصالح الحكومة، وين هي صلاحيات الحكومة؟ لماذا ما يكونش نظام برلماني شبه برلماني أصلا، كما قلت شبه رئاسي ولا شبه برلماني، يرى نص بينهما، يكون أن الرئيس الحكومة يأتي من الأغلبية التي تصل البرلمان، غدوة تجي أجيال جديدة وتيارات جديدة تكون عندها الأغلبية، يجي منها رئيس الحكومة وهي تطبق البرنامج نتاعه، الحزب اللي يدي الأغلبية هو اللي يشكل الحكومة، هو اللي يدير برنامجه، مش برنامج رئيس الجمهورية. وش ندير بها الديمقراطية؟ أي حاجة تقول البرنامج، وش الفرق ما بيننا وبين بوتفليقة؟ فخامة الرئيس، صمم الواحد الوزراء قريب لما يروح يدوش يقول اليوم درت دوش بفضل برنامج فخامة رئيس الجمهورية. حنا وصلنا إلى وضع سيء جدا. ندرك أن التغيير ما هو سهل، أن الفساد راهو مش في السلطة فقط، فساد في المجتمع، انهيار أخلاقي. شوفوا وصلنا طفلة وش قتلها وحرقها وما يحدث ويندى له جبين من الجرائم التي انتشرت في المجتمع. الوضع راهو صعب حقيقة، ولكن أنت لما تبدأ ترسي في دعائم الدولة حتى تصل تضع كل المؤسسات، تضع دستور، تضع قوانين، بعد ذلك يأتي العمل. لأنه أنا ما قلت لك يا سيد الرئيس تبون بين عشية وضحاها الجزائر تصبح جنة، ما قلت لك هكذا، ومن المستحيل تصبح جنة بهذه الطريقة، من المستحيل. إذن إخواني الكرام، حتى لا أطيل الكلام في هذا الموضوع، أن رفض الدستور لن يضر الأمر شيئا، بل سيعطي قوة للمسار. وأنا أقولها لكم، إذا أراد الناس الذين آمنوا بالمسار الذي تعهد به القائد صالح في حياته، آتوا هو أن تكون الدولة الجزائرية دولة جديدة في إطار دستوري، ولكن ضمن إطار مطالب الجزائريين في الحراك. هذا الدستور ما له طريق، راح يفتح لك أبواب وسيعيد لك العصابة من النافع والأيام بيننا. لأن المشكلة ليست في مواد الدستور، المشكلة في الشكل الذي يجري في إطار صناعة الدستور وإعادة بناء المؤسسات. هذا شكل بوتفليقي سيعيد العصابة والأيام بيننا. في حالة مرار الدستور نشوفه إذا تحقق لكم التغيير، إذا تحقق التغيير كما يدعون، وأنه صح راح تبنى دولة مؤسسات وكذا وكذا وكذا، سأعتزل الإعلام وسأعتزل السياسة أصلا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.